أهلا بكم. بعد نحو 18 سنة من الاحتلال الأمريكي لم تنجح العملية السياسية التي صممها في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في العراق، حيث صنف مؤشر ديمقراطية الذي تصدره مجلة الإيكونومست البريطانية العراق في العام 2020 باعتباره دولة مستبدة لا ديمقراطية. ويستند مؤشر الإيكونومست في تصنيفه إلى 60 معيارا، منها العملية الانتخابية والتعددية وعمل الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية. وفي التقرير الأخير جاء العراق في المرتبة 118 من أصل 167 دولة آخرها كوريا الشمالية، وشكل هذا تراجعا عن موقع العراق في العام 2017 عندما صنف دولة ديمقراطية هجينة. تدل هذه الأرقام على تراجع ديمقراطي متواصل منذ العام 2003 رغم إجراء الانتخابات البرلمانية الدورية 4 مرات حتى الآن. تصنيف مؤشر الديمقراطية في مجلة الإيكونومست البريطانية العراق دولة مستبدة وليست ديمقراطية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا فشلت العملية السياسية في العراق في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي بعد مضي نحو 18 سنة؟ وهل كانت القوى السياسية الطائفية مؤمنة أصلاً بالديمقراطية ومقتضياتها السياسية؟ أم إن النظام الطائفي في العراق هو النموذج السياسي المطلوب أمريكياً وإيرانياً رغم كارثيته على العراق؟ وهل يمكن الحديث أصلاً عن ديمقراطية حقيقية وناضجة في العراق بوجود الطائفية والفساد المتغول وقمع الحريات العامة؟ وما هي مخاطر استمرار هذا النظام السياسي الطائفي المستبد على العراقي وشعبه؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عقيل عباس، ثامر العلواني. فساد وانفلات أمني وفوضى سياسية وانهيار اقتصادي وفوق ذلك كله نظام قمعي ديكتاتوري، هكذا أصبح العراق بعد 18 عاماً من الغزو الأمريكي متصدراً كل مؤشرات الانحدار ومحاصراً أهله، حتى إن قرروا مغادرة البلاد فجواز السفر العراقي تذيل جوازات السفر لدول العالم. مؤشر الديمقراطية في قسم الأبحاث التابعة لمجموعة ذا إيكونومست البريطانية وضع العراق في صدارة الأنظمة القمعية مستنداً على غياب التعددية الحقيقية والحريات المدنية وفقر الثقافة السياسية. هذا التقييم المعتمد على معطيات عام 2020 يصنف العراق بنسق واحد مع إيران والبلدان التابعة لهيمنتها، ما يكشف عن مدى تأثير إيران في بناء الأنظمة القمعية وتغذيتها وتعليمها أساليب إرهاب الشعوب وإقصائها من الحياة السياسية. ويأتي هذا التقييم ليبرهن أن حالة الفوضى السياسية وكثرة الأحزاب وتأجج الصراعات بينها لا يعد حالة ديمقراطية، كما تحاول الجهات الشمولية إهام المتابعين بوجود ديمقراطية في العراق من خلال المبالغة في إنشاء التيارات والأحزاب وزجها في معترك السياسة، في حين أن مرجعية هذه الأحزاب واحدة والعقلية التي تعمل بها هي ذاتها التي عمل بها حزب الدعوة أيام حكمه الأوحد في الفترات الأولى ما بعد الغزو الأمريكي. حال العراق الحالي ينطبق عليه تماماً مصطلح على تسميته بديمقراطية القشور، وهي حالة يعتبرها مراقبون أخطر من الشمولية المباشرة بسبب ما تخلفه من فوضى سياسية مدعومة من أطراف مسلحة وينعكس خطرها على حياة المواطنين. الوعي الشعبي العراقي بات يفقه الواقع السياسي، لذلك لخص طريق الخلاص من المصائب بمطلب رحيل العملية السياسية كاملة وإسقاط مظلتها الجامعة. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي سنبحث فيها تصنيف مؤشر الديمقراطية في مجلة الإيكونومست البريطانية، تصنيف العراق باعتباره دولة مستبدة
للديمقراطية للعام 2020. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب من مدينة السليمانية في العراق الدكتور عقيل عباس الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا أيضا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الدكتور ثامر علواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، هذا النظام الذي أسسه الأمريكيون في العراق، وقيل في حينها أن العراق سيكون نموذج وقدوة وواحة للديمقراطية في منطقة تكتظ وتعج بالاستبداد والديمقراطيات والقمع وما إلى ذلك، وأمريكا قارت العالم كل العالم فألقت به خلف هذا النظام الديمقراطي دعما سخيا لا نظير له. بعد 18 سنة هذا النظام يصنف من مجلة رصينة كالإيكونومست ومؤشرها أنه نظام مستبد، نظام مستبد لا ديمقراطي. ما الذي أودى بهذا النظام الديمقراطي إلى أن يكون في صفوف كوريا الشمالية ضمن الأنظمة الشمولية المستبدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أستاذ ماجد أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا دكتور. الحقيقة يعني التصنيف هذا ليس غريبا وليس يعني مستغربا ولا مفاجئا، هو يعني واقعي وحقيقي ويعبر عن ذلك المنتج الرديء والانعكاس لآلية إطار شاذ لا يمت للعنوان بيصل. هذه العناوين التي أطلقت يعني أطلق عليها يعني اللي عددتها واللي الأمريكان المحتلين أطلقوها على النظام في العراق، ديمقراطي وحر ومستقل، هذه كل هذه العناوين هو لا يمت لها بصلة الحقيقة. عنوان آخر شاذ ليس له علاقة بهذه العناوين، فبالتالي المنتجات التي نراها هي منتجات طبيعية ورديئة لواقع حال 18 سنة من الرداءة والرثاثة. البعض يعني ربما يعني حتى من استماعتي للتقرير اللي تحدثت عنه ومقدمة حضرتك الجميلة، البعض يعتقد أو هكذا يريدون تعميم هذا الوضع ويضللون به، يقولون إن أو هكذا يعتقدون أن الأنظمة الديمقراطية هي فقط الأنظمة التي تجري انتخابات، فبالتالي يعني سواء هذه الانتخابات كانت انتخاب رئيس أو انتخاب مجالس الشعب، مجالس بلدية، برلمانات، يعني هذه وأن الأنظمة الاستبدادية هي التي لا تجري انتخابات، وهذا مفهوم خطأ ويريدون منه تضليل الناس. لذلك يتحدثون عن لكي يقولوا أن النظام في العراق نظام ديمقراطي لأنه يجري انتخابات. الكثير من الأنظمة الاستبدادية أيضا تجري انتخابات وتجري انتخابات على كل المستويات، لكن الفرق بين النظام الديمقراطي والنظام الاستبدادي أنه في النظام الديمقراطي هناك حرية واستقلال، هناك منافسة عادلة وهناك نزاهة. في الاستبدادية، في الأنظمة الاستبدادية اللي مثل العراق اللي موجود في العراق، لا حرية ولا نزاهة ولا منافسة عادلة، وبالتالي النتائج تكون مختلفة. في النظام الديمقراطي المنتخب، الشخص المنتخب يمثل شريحة من المواطنين. هؤلاء يعني هذه الشريحة من المواطنين التي يمثلها خير تمثيل ويعبر عن أمانيها وطموحاتها وما تطلبه، والسلطة الديمقراطية اللي موجودة، الحكومة، النظام الإطار العام الحاكم للبلد يساعده بل يهيئ له السبل لكي يحقق ما يريد هذا المنتخب. في النظم الاستبدادية اللي مثلها العراق، نعم قد يدعي أنه يمثل مجموعة من الناس وهذه كذبة كبيرة ويستمع لهم، لكن الحقيقة النظام هو الذي يتحكم بماذا يقول أو لا يقول، ما الذي يمكن أن يفعله أو لا يمكن، ما الذي يمكن قبوله أو لا يمكن قبوله. فبالتالي نحن أمام إطار شاذ، إطار غير حقيقي، وهذا طبيعي جدا. أنه فبالتالي تتساءل يعني ونحن نتساءل كنا، ما فائدة أن نمتلك يعني نتحدث عن أطباء جيدين في العراق ونفتقد إلى منظومة صحية جيدة لذلك فالأطباء يهاجروا، ما فائدة أن نمتلك معلمين وأساتذة أكفاء لكننا لا نمتلك منظومة تعليمية وتربوية راقية ورصينة
ذات جودة عالية. يعني أيضا هذا يجعلني أقول ما فائدة أن نمتلك مهندسين جيدين وليس لدينا حكومة تؤمن بالبناء وموجبات هذا البناء وضرورات. وبالتالي يمكن أن توصلنا هذا أيضا ما ضرورة تمتلك أو ما أهمية تمتلك أحقاق ومنظمات مجتمع مدني مثل ما يتحدثون لدينا الآن، يتحدثون عن 120 حزب، ما فائدة أن نمتلك هذا ونفتقد إلى منظومة سياسية نزيهة ومستقلة وترعى الناس وتنافسية وترعى آليات حقيقية للتنافس والتنافس وتداول السلطة بشكل سلمي. نمتلك أشكال للديمقراطية يتحدثون عنها، لكن نمتلك منظومة ديمقراطية تشاركية ومؤسسة ديمقراطية. الديمقراطية فكر، الديمقراطية تربية، الديمقراطية منهج حياة، ليست كلام فقط واعتبارا. فبالتالي بعد 18 سنة من الاستبداد وحكم الميليشيات ساد الخراب يمكن أعتقد عندنا دكتور اسمح لنا، أكو مشكلة بالصوت، الصوت يصلنا بشكل يعني غير جيد، إلى أن يضبط الصوت نتحول إلى مدينة السليمانية وضيفنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عقيل عباس. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا بك. دكتور، العراق أيضا في نفس المؤشر، مؤشر الديمقراطية في وحدة القياس في مجلة إيكونومست، صنف في العام 2017 على أنه يعني ديمقراطية هجينة، وطبعا التصنيف أيضا كان قبل هذا الوقت كان أكثر إشراقا أو أكثر يعني تفاؤلا، حتى وصلنا إلى أن العراق الآن دولة مستبدة، يعني ليست دولة فيها ديمقراطية معيبة أو ناقصة وما إلى ذلك. ما الذي سار بالعراق إلى أن يكون دولة مستبدة؟ هل هي التحديات التي واجهت هذا التحول الديمقراطي؟ طبعا الآن قوى السلطة كلها ستلقي باللوم على ما يسمى الإرهاب، ما يسمى أعداء التجربة، ما يسمى فكرة المؤامرة. هذه هي العوامل التي أودت بالتجربة أن تتحول من ديمقراطية واعدة إلى دولة استبداد صريحة وواضحة؟ يعني أولا بعيدا عن التصنيف الذي استخدمته المجلة، طبعا أنا لا أتفق مع أنه العراق أن هذا التصنيف صحيح دولة مستبدة، أعتقد ما يزال يقع ضمن الدول الهجينة، وهناك أسباب لهذا. يعني هم بعيدا عن رصانة هذا المؤشر الذي قامت به الإيكونومست اللي هو يقوم على أسئلة 60 سؤال توجه لمختصين ويعطون أجوبتهم، وهذا هناك طبعا مؤشرات أخرى بس ربما أكثر رصانة، لكن بعيدا الموضوع ليس الرصانة الآن أو عدم الرصانة، هل هناك مشكلة حقيقية وجدية في العراق بخصوص علاقة السلطة بالمجتمع؟ نعم بالتأكيد، ما حدث في 2019 كان واضحا. يعني أعتقد يعني هناك فشل ديمقراطي واضح لا يمكن أن نتجادل بشأنه، لكنه أيضا هناك البلد يعيش حالة تحول مقلقة بين قوى وتوجهات مدنية، تعلم بطيء وصعب لدروس الديمقراطية لدى الجمهور خصوصا الجمهور المحتج، وبنية سلطة تقليدية يعني تهيمن عليها أحزاب تمارس الإقطاع الحزبي على الدولة، ما تزال متمسكة بالدولة وبموارد الدولة وتستخدم الدولة بأشكال غير ديمقراطية فيها الكثير من الاستبداد وفيها الكثير من الفساد. فنحن نتحدث عن صورة ملتبسة جدا في إطار صراع ليس محسوما لحد الآن. يعني البلد يمر بمرحلة انتقالية، الأحزاب التقليدية الماسكة بالسلطة والتي قادت البلد إلى الدمار الحالي تعاني أزمات حقيقية، أزمات إزاء الجمهور، إزاء جمهورها، وأزمات في داخلها، وهي أحزاب متنافسة. فأنا ضد يعني هذه الفكرة أن هناك وحدة سلطة في العراق حتى نستطيع أن نقول أننا بإزاء نظام استبدادي، أنا أعتقد هذا ليس صحيحا. مشكلة العراق ليست هناك وحدة سلطة فيه، الأحزاب التي في السلطة والميليشيات التي في السلطة هي نفسها متصارعة. يعني لدينا مجاميع ميليشياوية، لدينا أحزاب أو مجاميع حزبية، ولدينا الحكومة، والقرار تتقاسمه يعني هذه المجاميع، ثم هناك البرلمان الذي أحيانا يدخل يعني يلعب دورا تنفيذيا
من وراء الستارة وعبر الأحزاب. فنحن بإزاء صورة، بإزاء تجربة لم تستقر. واضح تجربة 2003 ما أطلق عليها بالعملية السياسية فشلت، والجمهور يعني أعلن فشلها ويريد أن يتجاوزها باتجاه تجربة أخرى مختلفة. هل يستطيع هذا النظام السياسي الحالي أن يوفر آلية تحول من دون دماء؟ بمعنى إحدى الأدوات التي جاءت بها تجربة 2003 وهي أداة إيجابية، ربما هي الأداة الإيجابية الوحيدة ونحتاج أن نستكشفها في المستقبل، وهي التداول الانتخابي. هل ستسمح بنية السلطة التقليدية بالأحزاب والمجاميع الميليشاوية التي تهيمن عليها، هل ستسمح بعملية تداول انتخابي للسلطة في قضية في قضية الإيجابية لهذا المظهر أو الممارسة وهو التداول السلمي للسلطة؟ جنابك يعلم أنه في 2018 أنه كانت المشاركة في هذه في الانتخابات البرلمانية نسبة المقاطعة كانت 83%، نسبة المشاركة كانت 17% ممن يحق لهم التصويت. إذا كانت هذه الحسنة الوحيدة لهذه التجربة وهذه المقاطعة الشعبية بلغت 83 وربما أكثر، يعني حتى هذه اللي تعتبرها جنابك حسنة في مزاج الشعب في رأي الرأي العام في العراق ليست حسنة، وبالتالي لم يتفاعل معها، لم يؤمن بها، لم يعقد عليها آمال كبيرة، وذلك قاطعها، رفضها. يعني علينا أن نفصل بين الأدوات والجمهور وإيمان الجمهور بالأدوات. أنا معك أن هناك أزمة ثقة لدى الجمهور بالأدوات، هذا شيء صحيح، وأزمة الثقة هذه لها ما يبررها. سلوك الأحزاب التي هيمنت على السلطة نزعت عن هذه الأدوات أي مصداقية، لكنه أيضا الجمهور في وقت ما كان جمهورا هوياتيا مذهبيا طائفيا يدعم بنية السلطة الحالية إلى أن تخلص يعني جزء كبير منه على الأقل من هذا التفكير الهوياتي المذهبي الجهوي، ونلاحظ الآن بروز الهوية الوطنية العراقية. الأدوات ما زالت. الآن الاختبار الحقيقي وهو اختبار للسلطة بتفككها بصراعاتها وبتنوعها، أنه هل يمكن الآن الاستثمار في هذه الأدوات بحيث تعاد ثقة الجمهور بها ويشارك في انتخابات هذه الانتخابات المبكرة التي يجري الحديث عنها؟ أنا أعتقد الاختبار الحقيقي هو هذه الانتخابات. هل لهذا النظام مستقبل أم أنه سينتهي؟ والجواب هو لدى الجمهور، هل سيؤمن به؟ يعني في انتخابات 2018 عدد الذين يحق لهم التصويت كان بحدود 24-25 مليون، الذين شاركوا في التصويت 5-6 ملايين، يعني بحدود 18%-20% قرروا، وهذا هؤلاء جمهور حزبي. في هذه الانتخابات لدينا 28 مليون شخص لديهم حق التصويت، 27 مليون، إن شارك 14 مليون يعني هذا فوق 50%. فإذا لا، نحن نشهد تجربة مختلفة، ما زال هناك شيء من إيمان أنه من الممكن استخدام الأدوات الحالية لتغيير بنية السلطة. علينا أن ننتظر، أعتقد نحن في لحظة تحول وليس في لحظة وضوح وحقيقة مطلقة. ويبدو أن الذي جرى في تظاهرات ثورة تشرين وهذه الدماء التي سفكت يبدو كانت نقطة مفصلية بل مفاصلة في خندقين، يبدو خندق السلطة والميليشيات وخندق أيضا الشعب. دكتور ثامر العلواني، في نقطة الأدوات قضية الانتخابات ومظاهر الديمقراطية أشار لها طبعا دكتور رافع اعتبرها أنها ليست جوهرية، ودكتور عقيل أيضا تطرق لها. يعني كيف يقال عن هذا النظام المقام في العراق بعد 2003 أنه نظام سلطوي، نظام مستبد، نظام استبدادي قمعي، وتجري فيه الحقيقة على الأقل مظاهر أو تجليات الديمقراطية، الحياة الديمقراطية؟ هناك تداول سلمي للسلطة، هناك انتخابات تجرى، انتخابات أجريت 4 دورات، هناك أيضا دورة خامسة. الفضاء العراقي يعج بمئات من وسائل التعبير، وسائل طبعا الإعلام، صحافة مرئية مسموعة مقروءة وما إلى ذلك، وهذه كلها من مظاهر الديمقراطية. فكيف يقال عن هذا النظام أو عن هذه الدولة أنها دولة استبدادية؟ أولا أستاذ ماجد، تحية لحضرتك، تحية للدكتور رافع،
وللدكتور عقيل من السليمانية، واسمح لي أن أخالف رأي الدكتور عقيل فيما ذهب إليه. حقيقة أنا أقول أن التصنيف السيء الذي تذيلته حكومة بغداد والنظام السياسي في العراق بأنه من أكثر الدول الاستبدادية في العالم، هذا تصنيف واقعي وأسبابه واضحة معلومة للعالم وللشعب أيضا. العراق يعاني منها يوميا على مدار عقود من الزمن، وعقدين تقريبا من الزمن. ولكن في الحقيقة لو كان هناك تصنيف آخر غير هذه التصنيفات، أقصد تصنيف أسوأ من التصنيف الاستبدادي، لما تجاوزه النظام السياسي في العراق، لأن التمييز الاجتماعي والديني والمذهبي والعرقي في العراق هو السائد وهو المتبع في النظام السياسي وفي السياسات الحكومية بعد 2003، لأن منهج الابتعاد عن تطبيق معايير الكفاءة والمنافسة والنزاهة في توزيع السلطات وشغل الوظائف العامة والخاصة في الدولة، استبدال هذه كلها الكفوء بالسيء الذي يطبق ويخدم مصلحة الحزب الفلاني والطائفة الفلانية، هذه كلها على حساب الديمقراطية. الدكتور عقيل أشار إلى نقطة مهمة، قال أنه هناك هل سيكون تحويل ديمقراطي، هل ستسمح الميليشيات والأحزاب؟ قطعا الدكتور عقيل يعلم والشعب العراقي يعلم أنه لا يمكن أن تأتي حكومة على رأسها غير من الطائفة الشيعية ومن الحزب الفلاني أو الفلاني، معلوم جدا. وآخر شيء تصريحات مقتدى الصدر وتصريحات المالكي والمنافسة بينهما، هذه تشير إلى أنه ليس هناك ديمقراطية، وإنما هناك من يفرض على العراق أن يكون لديه سلطة محددة، من أهم معايير الديمقراطية في العالم، وأنها إذا أرادت أن تتجاوز النظام الاستبدادي وأن تتحفز وتنتقل إلى النظام الديمقراطي، هو مدى تأثير الدول الأجنبية على هذا النظام. أنا أعلم والدكتور عقيل يعلم والشعب العراقي يعلم أنه لا يمكن أن يأتي رئيس حكومة للعراق إلا بإذن إيراني واتفاق أمريكي، فأين الديمقراطية وأين النظام الهجين الذي يمكن أن يوصف به العراق؟ قطعا لا يمكن. نحن ليست لدينا دولة حقيقية، بمعنى الدولة التي تحرص على بلوغ هدفها في تحقيق مصالح البلد والشعب. ما موجود هو مثل ما تفضل دكتور رافع، هو شكل دولة، توجد مؤسسات، توجد انتخابات، توجد شرطة، يوجد جيش، يوجد قضاء، لكنها في الحقيقة ليست مستقلة، وإنما تسير بأهواء أشخاص وبتحقيق مصالح الأشخاص، المصالح الحزبية، وهذه الأحزاب هي خاضعة وتابعة للإدارات الخارجية. ولذلك فنظام العراق استبدادي، لأن من صفات النظام الاستبدادي أيضا ظاهرة الانتهاكات، انتهاكات حقوق المواطن، هذه منتشرة بالعراق بشكل بشع جدا، وأيضا التجاوزات على الحريات، وهذه أصبحت ظواهر في العراق، يعني ليست أمر يحصل يوم أو بالعكس، إذا غابت انتهاكات عن الشعب العراقي خلال يوم أو يومين أو أسبوع، فهذا أمر غريب جدا بالنسبة للشعب العراقي، لأنه خلال أسبوع لم تسجل انتهاكات، وهذا غير واقع. من المؤشرات أيضا الاستبدادية الأخرى قضية الانتخابات، إذا كانت انتخابات غير عادلة غير نزيهة، والعالم كله شهد على أن انتخابات شهدت تزوير كبير جدا، انتخابات الماضية العالم كله شهد، والشعب العراقي حرق الصناديق الاقتراع وحرق الأجهزة، وبالتالي فرض ما كانت تريده إيران ثم توافق أمريكا، فأين الديمقراطية وأين يمكن أن يكون هناك تحول ديمقراطي في العراق؟ أشكرك. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في حلقة الليلة التي تبحث في تصنيف مؤشر ديمقراطية في مجلة الإيكونوميست، التصنيف العراق دولة مستبدة. بعد الفاصل نعود لإكمال النقاش، ابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار التي تبحث في تصنيف العراق دولة مستبدة من قبل تصنيف أو مؤشر الديمقراطية في مجلة الإيكونومست البريطانية. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عقيل عباس والدكتور ثامر العلواني. دكتور رافع الفلاحي، الحقيقة أن هذا النظام الديمقراطي الذي أسسه الأمريكيون في العام 2003 ليس هو المطلوب، ليس هو النظام السياسي المطلوب كما يتهم من قبل مناوئيه أو رافضيه أو المناهضيه، أنه والله الأمريكيون منذ البداية أرادوه نظاما سياسيا طائفيا مستبدا ميليشياويا مستبدا كما انتهى إلى هذه اللحظة. لكن هذا النظام كان الحقيقة موضع، يعني موضع حسد، موضع خوف من قبل هذه الأنظمة الاستبدادية التي تكتظ بها المنطقة عموما. ولذلك هذا النظام الحقيقة لم يعطى الفرصة. هناك أطراف في الداخل والخارج حاولت أن تعرقله، حاولت أن تضع هذه الدواليب أو العصي في دواليبه، ولذلك انتهى إلى أن يكون نظاما استبداديا، ليس هو النظام الذي كان مرادا منذ البداية كما يقول مناوئه. يعني هذه واحدة من الفريات الكبيرة، واحدة من الأكاذيب الكبيرة. نعم. عندما جاء المحتل وكل من يعني دخل في هذه العملية، دخل في هذه المنظومة، منظومة الاحتلال، يعرف من البداية أنه الولايات المتحدة التي يعني جيشت جيوشها عبرة الأطلسي وجاءت إلى العراق لم تأتي يعني لأجل عيون العراقيين، لأجل إعمار العراق وجلب الديمقراطية. هذه الديمقراطية وجلب الحريات كان السبب فيما بعد، كانوا يتحدثون عن أسلحة دمار شامل وغيره وغيره. هذا ليس له علاقة لا بنظام سابق ولا بنظام جمهوري وملكي، نتحدث عن واقع حال، وصف في واقع حال. فبالتالي هذه الديمقراطية بعد ذلك أدخلوها بعدما فشلوا في تبرير يعني عدوانهم هذا الذي حدث على العراق عموما في هذه القضية. فقط عندما دكتور خلينا يعني نستذكر جميعا، كوندليزا رايس مستشارة الأمن القومي في إدارة بوش قالت لاحقا في معهد بروكنز: لم نذهب إلى العراق وأفغانستان لإرساء أو جلب الديمقراطية، كانت لدينا مشكلة أمنية مع النظام السابق وذهبنا لإسقاطه، لا علاقة لنا بالديمقراطية. هذا واقع الحال، وكل الذين جاءوا مع الاحتلال يعرفون هذا ووافقوا عليه. ومؤتمر لندن وغير مؤتمرات هذه ما كانت تسمى بمؤتمرات المعارضة اتفقوا فيها على هذا الموضوع. نعم. أما النظام تغير، شكله تغير، لماذا لم يغيروا؟ لماذا قبلوا به وما زالوا يقبلون فيه؟ نعم. لكن العناوين مضللة وكاذبة. يعني دعني أقول أولا أنه الطائفية والمحاصصات الطائفية لا تنسجم مع الديمقراطية، لا تأتي الديمقراطية والطائفية على سطح واحد، لا يمكن، مثلما تجمع الشتاء والصيف في سطح واحد، لا يمكن. هذه قضية نهائية. فعندما نقول نظاما استبداديا، نعم نظاما استبداديا بامتياز، لا هجينيا ولا غير هجينيا. الآن من الديمقراطية، ما دلنا نتحدث عن الديمقراطية يجب أن نكون واقعيين، ويجب أن نتحدث بواقعية. عندما نتحدث عن إمكانية تغيير وأن هناك تداول وأن الشعب عليه أن يذهب إلى الانتخابات لكي يغير الوضع، هذا صحيح، الشعب بيد التغيير، لكن في ظل مناخ وأرضية وطبيعة ثابتة وقوية ورصينة، لا أن تكون الميليشيات هي المتحكمة، لا يكون الفساد هو المتحكم، لا يكون أحزاب طائفية هي المتحكمة، السلاح المنفلت هو المتحكم. قبل يومين مقتدى الصدر جيش ميليشياته في الشوارع، لم تتحدث الحكومة بكلمة واحدة، لم تقل شيئا واحدا. سيطر على بغداد ومحافظات كثيرة بادعاء أنه المحافظة على المقدسات، مع هذا الكلام الفارغ. لكن الناس كانت تتساءل وهي في خوف، أين الجيش، أين الشرطة، أين السلطة، مليونين جندي وشرطي عندنا، وبالتالي و17 جهاز أمني، وبالتالي ميليشيات تصلها معلومات. لا دولة لدينا في العراق، نحن نعاني من عطب بنيوي، هناك مشكلة بنيوية وليست شكلية. دكتور هناك يعني من يقول، اسمح لي، هناك من يقول هذه ظروف ومقتضيات المرحلة الانتقالية الذي جرى بعد العام 2003 كان زلزالا كبيرا، وبالتالي نحن في لازلنا في إطار المرحلة الانتقالية، ولا بد أن تكون هناك أثمان تسدد حتى نصل إلى مرحلة نهائية مطمئنة. هذا كلام مضحك ومبكي في نفس الوقت. 18 سنة
العالم كله يدعمك إقليميا ودوليا، يدعمك والأمم المتحدة معك وأمريكا معك ودول الغرب معك وكل الدنيا معك، و18 سنة من الكذب والموارد المليارية أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار، وكل دول العالم تدعمك، ولدينا تجربة ديمقراطية حديثة بعد 18 سنة تأتي تقول لي نحن ما زلنا في مرحلة تجريبية بعد 18 سنة. كل هذه المقومات المادية والمعنوية والدعم الخارجي والداخلي متوفر، وأنت تتحدث لي عن مرحلة انتقالية بعد 18 سنة. أي مرحلة انتقالية؟ مرحلة انتقالية قدم العراق بها أكثر من مليون ونصف إلى مليونين شهيد لحد الآن من العراقيين انقتلوا. مرحلة انتقالية المظاهرات تخرج الشباب الحلوين يقتلونهم 1000 شاب من عندهم ويجرحون 30,000، والمحافظات يمردوها بالميليشيات والقتل والقناصة، والدولة تقول لك أنا ما أدري هذا منو وما أعرف من هو، وطرف ثالث وطرف رابع، وإيران متحكمة. نعم. وبلاكارت بالانتخابات عندما تقترب تذهب ممثلة الأمم المتحدة إلى إيران لتتحدث عن الانتخابات العراقية في إيران، هذا حديث معيب. نعم. ولا يمكن قبوله. الشعب الآن ليس لديه خيار إلا أن ينقاطع كل هذه الانتخابات. نعم. لأن مشاركة فيها هم يريدون أن يشارك هذا الشعب، وبالتالي يزورون الانتخابات مثل ما يريدون. ب 18% قالوا أن الشعب قد انتخب، وحكومة استمرت إلى أن خرج الشباب الحلو هذا وقتلوه بالشوارع، وغيروا النظام إلى نظام أسوأ، حكومة إلى حكومة أسوأ. يعني شفرق الكاظمي عن عادل عبد المهدي عن غير الكذب نفس الادعاء. فبالتالي نحن لدينا خلل بنيوي. نعم. وليس شكلي، وهذا الكلام أن نصف أنه هو شكلي وممكن معالجته ومرحلة انتقالية، يعني أنا أعتقد هذا لا يتناسب مع هذه المرحلة بعد 18 سنة والدماء التي سالت. نعم. دكتور عقيل عباس بسليمانية، دكتور كل القوى موجود ويانا دكتور؟ دكتور نعم عقيل. موجود. نعم. دكتور نعم كل القوى التي شاركت في العملية السياسية بعد عام 2003 الحقيقة كلها قوى طائفية، أحزاب طائفية لا تؤمن بالديمقراطية، لا علاقة لها بالديمقراطية، حتى في أثناء ممارساتها في النظام الداخلي كونها أحزاب معارضة لم تعرف الديمقراطية، هي جاءت بشهوة السلطة، متعطشة للسلطة، متعطشة للثأر بدوافع يعني طائفية. وما جرى خلال 18 سنة برهان على ما جرى، هناك ملايين القتلى والمهجرين وفي حالة انحطاط عام في الدولة، هي جعلت من الديمقراطية سلم أوصلها إلى السلطة، تربعت على السلطة، تعض على السلطة بأسنانها وألقت بهذا السلم الذي أوصلها، سلم الديمقراطية، ألقت به إلى مكب النفايات، وبالتالي هي غير معنية ببناء أو إرساء ديمقراطية حقيقية في العراق. نعم. تفضل دكتور. أوكي. إيه؟ كنت أنتظر السؤال. أوكي. السؤال هل دكتور هل تأمل أنت والآخرون من قوى طائفية عرقية أن تؤسس تبني حياة ديمقراطية حقيقية في العراق؟ هذا السؤال. لا بالتأكيد، يعني نعم. أنا لم أقول هذا، وأنا أعتقد هناك سوء فهم أو نعم. سوء تحليل نعم. إذا افترضنا أنه هذه القوى هي التي ستقوم بتأسيس وتشكيل ديمقراطية في العراق. لا نعم. أنا أملي في المجتمع وليس في القوى السياسية المهيمنة على السلطة. أعتقد يعني علينا أن لا ننجرف في الخطاب العاطفية نعم. ونقرر أنه هذه الخطاب العاطفية هي شكل من أشكال التحليل الرصين. لا توجد هذه الأحزاب، هي بذاتها لا تسيطر على السلطة وعلى المجتمع. هي الآن أحزاب فقدت الكثير من شرعيتها، فقدت الكثير من قدرتها في الشارع، قدرتها على التحشيد، وهناك قوى جديدة تظهر في المجتمع تتحداها. فالصورة هنا صورة نسبية، يعني الافتراض أنه هذه الأحزاب مالكة لكل شيء وقادرة على صناعة كل شيء وقادرة على أن تزور الانتخابات وتفعل ما تريد، ولا يوجد هناك رد أو تحدي من المجتمع أو تحدي من المجتمع الدولي. ثانيا افتراض أنه هذه الأحزاب ذاتها متوحدة، إنها مجموعة واحدة تفكر بطريقة واحدة وتعمل بطريقة واحدة، وهذا ليس صحيحا، لا في الأحزاب الشيعية ولا في الأحزاب السنية ولا في الأحزاب الكردية. فكرة المكونات نفسها تهشمت، في داخل المكونات هناك صراعات، لكنه شيء المهم
هنا أنا أعتقد أنه المجتمع في العراق هو الذي توحد. نعم. بمعنى المكوناتية التي رسختها هذه الأحزاب وعبرها هيمنت على الموارد وأرادت أن تحتكر السلطة وتحول الانتخابات إلى مجرد مناسبة كل 4 سنوات لتجديد شرعيتها الرسمية، هذه يعني هذه الأحزاب فشلت ووصلت الآن إلى طريق مسدود، وهناك الآن حديث، هناك صراع بشأن بدائل. الحديث يعني ضيوفك الكرام المحترمين يختصر كل المشهد أننا بإزاء أحزاب هي تهيمن على كل شيء، هي التي تقرر المستقبل وتقرر الماضي، وإنها يعني تمضي فيما تفعل من دون وجود تحديات وصراعات تقوض من قدرة هذه الأحزاب. أنا أعتقد نحن دكتور بإزاء مشهد متحرك، خلينا في قوى جديدة ظاهرة. دكتور عقيل، نختصر كل نعم آسف جدا، بالحديث عن قضية قوى جديدة، قوى صاعدة، قوى ضاغطة، العملية السياسية وأصحابها وداعموها يشترطون على هذه القوى التي لديها رؤية مختلفة، تفكير مختلف، يريدون أو تريد أن تغير من واقع العراق، أن تأتي عن طريق أن تشترك بالعملية السياسية وتقبل بشروطها ومحدداتها وضوابطها ومحدداتها، تقبل بها وتعمل معنا أهلا وسهلا، تعمل باتجاه آخر خارج إطار العملية السياسية، أنت داعشي، أنت بعثي، أنت صهيوني، أنت جوكري، لن نسمح لك وسنقتلك. لا أنا أختلف مع هذا، يعني ليس دفاعا عن هذه الأحزاب. نعم. بالتأكيد أنا أختلف معك كثيرا. لا بالتأكيد لا. نعم. لا، ليست هناك دعوة للدخول بالعملية السياسية، العملية السياسية انتهت، ماتت سريريا وانتهت. نعم. تنتظر الدفن. لا، نحن نتحدث. نعم. عن فرصة أخيرة توفرها آلية تداول للسلطة اسمها الانتخابات. هناك شكوك كبيرة، بعضها مشروع وبعضها مبالغ فيه، في هذه الانتخابات، في هذه الآلية، هل هي تشتغل أم لا؟ أنا أعتقد حتى في جمهور المحتجين، في جزء كبير من المجتمع هناك رغبة أو ترقب أو استعداد لإعطاء هذه الآلية فرصة واحدة أخيرة. لماذا؟ لأنه من دون يعني استخدام هذه الفرصة واستخدامها بنجاح، البلد ذاهب إلى استخدام العنف. يعني علينا أن ننتبه جيدا إلى أثمان عدم استخدام الأدوات المتاحة شرط إصلاحها. نعم. يعني إصلاح هذه الآلية الانتخابية، وجود رقابة دولية حقيقية، ترصين العملية الانتخابية نفسها، لأنه هذه عملية يعني هذه أدوات تقنية، رقابات منظماتية، رقابات مؤسساتية، هناك طريقة لضمان إجراء انتخابات نزيهة، هناك طريقة. بالتأكيد هذه الأحزاب لا تريد انتخابات نزيهة، لأنها يعني ستؤدي إلى نهاية هيمنتها على السلطة، لكنها لا تمتلك كل شيء. هي هذه الأحزاب لا تمتلك قدرة نظام صدام حسين يقول للأشياء كن فتكن. يعني علينا أن لا نبالغ. نعم. بقدرة هذه الأحزاب وحتى بقدرة إيران أو قدرة أمريكا على السيطرة على المشهد السياسي في العراق وإدارته. لذلك يعني أنا يعني أعتقد هناك خطر في عدم إيلاء الانتباه اللازم لبروز قوى شعبية جديدة تريد أن تستخدم الأدوات تداول السلطة التي جاءت بها تجربة 2003. هذا لا يعني أن هذه المجاميع أو هذه القوى مؤمنة بكامل تجربة 2003. نعم. لكن هي مؤمنة أنه هذه ربما تستحق تجربة أخيرة، إن لم تصلح فإذا الصراع بين المجتمع والسلطة والأحزاب التي تهيمن على السلطة صراع مصيري وحقيقي، وإن لم يحسم بأدوات سلمية انتخابية سيحسم بالشارع، سيحسم بالقتل وسفك الدم. نعم. يعني بالتالي يعني علينا حقيقة أن يعني أن ننتبه للاحتمالات المختلفة، أما أن نلغي كل شيء ونقول كل شيء ميؤوس منه وبالتالي لا أمل في أي شيء، أنت تدفع المجتمع حقيقة للصراع لحمل السلاح، لأنه في آخر المطاف هذه عملية تكاد تكون رياضية، هناك 800,000 عراقي يدخلون سوق العمل سنويا. نعم. أوكي. الاقتصاد العراقي لا يستوعب هذا، أوكي، لأنه اقتصاد ريعي يهيمن عليه الفساد، يهيمن عليه الأحزاب، هناك انفجار سياسي قادم لأسباب ديموغرافية واضحة جدا. العملية عملية زمن، من مصلحة هذه الأحزاب ومن مصلحة المجتمع ومن مصلحة محبي هذا البلد
إيجاد تخريجة سلمية قانونية تسمح بتداول السلطة أو إخراج تدريجي واضح لهذه الأحزاب من مشهد الهيمنة على السلطة في البلد. غير هذا نحن ذاهبين إلى الاحتراب. نعم، أشكرك دكتور. دكتور ثامر العلواني في عمان، هناك من يقول أنه كل قوى العملية السياسية الحقيقة جاءت وليس لديها مشروع لبناء دولة حقيقية، وكما قال بهاء العرجي لم يكن لدينا أي مشروع سوى التعكز وإثارة الطائفية، وهذا الحقيقة سلاحنا وهذا اللي كان موجود بدينا. والحقيقة أيضا مما يثبت هذه التهمة أنه خلال 18 سنة لم تستطع هذه القوى الطائفية أن تبلور مشروع حقيقي ناضج لبناء دولة حقيقية. وهناك من يقول أن هذه القوى لم تفشل، هي حريصة على أن تكون هذه الفوضى العارمة الموجودة في العراق فوضى سياسية، فوضى خدماتية، فوضى قيمية وما إلى ذلك، لأن هذه البيئة المناسبة لها لاستمرارها في الفساد ونهب مقدرات الدولة العراقية وتجريفها. هذا اتهام حقيقي أم فيه تحامل على هذه القوى؟ حقيقة بس إذا سمحت لي أولا أحيي الدكتور عقيل، نعم، على ما أبداه، وهو الرجل يتكلم من منطق أو معطيات أكاديمية، نعم، نظرية، نعم. وإلا لو جئنا على كلام الدكتور عقيل على المعطيات اللي على الأرض بعيدا عن العاطفية والخطاب العاطفي، نعم، لو وجدنا أن كل المؤشرات، مع أن الدكتور عقيل طبعا الرجل معترف تماما أن العملية السياسية ماتت سريرية، نعم، فإذا نحن نتكلم عن نظام منتهي ونظام انتهى، يعني ما يحكم العراق إذن هو نظام استبدادي بامتياز. الحقيقة والواقع أنه بلا أدنى شك الأحزاب الطائفية والسياسات منذ 2003 إلى اليوم هي لا تؤمن بالديمقراطية بتاتا، ولا تعرف إلا لغة القتل، الاعتقال، التبعية للغير، نعم. والدليل أن خطابهم السياسي منذ 2003 مقيت ابتداء من الجعفري الذي حرض على قتل العراقيين وعلى الإبادة الجماعية ودعم الميليشيات. دكتور بس الوقت المساجد ضيق، سؤالي لأن الوقت تمام. ضيق يعني ضيق إيه؟ تمام، آتي إلى سؤالك ما دام نحن الأحزاب الموجودة ليست لديها مشاريع مطلقا، لأنها هي أصلا مشروع في مشاريع الغير، الأحزاب السياسية هي الطائفية حصرا والميليشيات هي أدوات بيد المشروع الإيراني، وهناك أحزاب أيضا أدوات المشروع الأمريكي، كل هذه الأحزاب هي ليست لديها مشروع حقيقي تنفذه على واقع الأرض، والدليل على مرور 17 سنة على احتلال العراق لم يقدموا شيئا للعراق، لم يقدموا مستشفى، لم يقدموا تعليم، لم يقدموا أي شيء يمكن أن نتفاخر به وأن نقول لقد نجحت هذه الأحزاب وهذا النظام السياسي بتحقيق شيء معين للعراق. حتى القضاء الذي هو المفترض أن يكون قضاء مستقل، نحن رأينا قبل أيام صدر منظمة هيومن رايتس ووتش بأن العراق بعيد قضاؤه، بعيد عن التحقيق، وأن قضاؤه جائر وظالم، وأنه لا يحاكم الجرائم التي ترتكبها الميليشيات والجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية، بل إنه لا يسمح أن يفتح بها تحقيق، والدليل أنه موجود المقابر الجماعية، موجود آلاف الناس. يوم أمس دكتور هيومن رايتس ووتش اتهمت العراق، حكومة العراق، بأنها تستثني الجرائم المرتكبة في أثناء الحرب اللي ارتكبتها الميليشيات والقوات الحكومية في أثناء الحرب مع داعش مستثنات من التحقيقات القضائية، لا تحقيقات عليها، لا ملاحقات عليها. هذا ما قصدته. نعم. هل يكون نظام ديمقراطي أو هجين يمكن أن يصدر هكذا قرارات أنه لا يمكن أن تحاكم الجهة الفلانية أو الشخص الفلاني لأنه ينتمي إلى جهة معينة وإلى جيش أو شرطة أو إلى ميليشيات؟ إذن نحن نتكلم عن نظام استبدادي بكل المقاييس، والدليل أن الوقائع والشواهد التي على الأرض هي تحكم بأننا أمام نظام استبدادي، بل وأكثر من استبدادي، لو أن هناك يمكن أن نصفه أو أن هناك تصنيف لهذه المنظمة والمجلة. نعم، أشكرك. بس حتى يبدو طبعا دكتور عقيل وضح، قال هو طبعا ليس من دعاة أو تشجيع أو دعم العملية السياسية، ولكن كانت فكرته أننا نستفيد من الأجواء التي وفرتها
تجربة بعد عام 2003 لإحداث نقلة نوعية في واقع العراق وهو قضية الانتخابات وما إلى ذلك، حتى بس حتى لا يصير يعني سوء الفهم. دكتور رافع الفلاحي، دكتور هذا المشروع الآن مشروع العملية السياسية، وإن فشلت في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي وناضج في العراق، لكن هناك من يعتقد أنه لا زالت ثمة فرصة لتدارك ما يمكن تداركه لإصلاح هذا المسار الذي تعثر، وكما قال ضيفنا دكتور عقيل عباس بالاستفادة من أدوات وفرت بعد عام 2003 هناك تداول سلمي للسلطة وإن كان قشريا أو ليس كاملا، الانتخابات وما إلى ذلك، وهي هذه المعول عليها، لأنه الذهاب إلى المواجهة والعنف والسلاح سنصل إلى مرحلة خطيرة جدا لا يمكن تخيلها، فلذلك لابد من الاستفادة من أدوات ديمقراطية وفرت أو وجدت بعد عام 2003 ممكن توصلنا إلى واقع يعني نحلم به. أستاذ ماجد، نعم، لا يمكن الحقيقة، لا يمكن الحديث عن الوضع وتسميته حديث عاطفي. نعم. الطريق عندما تقول أنه في العراق هناك انحراف، هناك جرائم، هناك إفراط وجهل وركود، هناك أمراض، هناك احتكار، هناك ظلم، هناك تسلط، هناك تزوير، هناك ميليشيات وعصابات بأعداد كبيرة، هذا ليس كلاما شاعريا وليس كلاما عاطفيا. نعم. هذا واقعيا، هذا واقع الحال. نعم، هناك في العراق أكثر من سلطة. نعم، أنا أتفق مع من قال من ضيوفك أن هناك ليست هناك سلطة موحدة في العراق، ليس هناك جهة حاكمة في العراق. نعم، لكن هذا أيضا جزء من الخراب، لأن كل السلطات اللي موجودة في العراق إما أن تحكم طائفيا أو إثنيا في كل الأحوال، وهي في نفس الإطار التي تتفق عليه في أن تكون سالبة ومستلبة للمواطن وللعراق، وهذا واقع الحال بشكل مطلق لا يمكن النقاش به. كل السلطات التي حكمت العراق والتي تحكم العراق منذ 18 سنة لحد الآن أينما كانت، شمالا جنوبا غربا وسطا شرقا، هي نفس الحال، نفس التوجهات، نفس الفكر، نفس التصرفات، يعني كوفي بيست، هم ينهبون ويكسبون من عرق العراقيين والعراق. نعم. فبالتالي أنت أمام سلطة واحدة حتى وإن تعددت آليات تنفيذ مالها وآليات حكمها، الحقيقة سلطة واحدة بالرؤية والتوجه، إطار واحد، إطار استبدادي خرب لا يمكن قبوله. أنا يعني مع أنه يعني ليست العملية السياسية الحديث عنها أنه دكتور باختصار شديد، دكتور رافع لا سمحت، نعم، أن تقول لي أنا ضد العملية السياسية، نعم، نعم، لكن أن تقول لي تعال نذهب للانتخابات فهذا أسوأ من الدخول بالعملية السياسية. العملية السياسية يعني الآن أنت في تقنعني أن السلطات هذه الأحزاب وهذه القوى ليست تحكم العراق، هذه الميليشيات التي نزلت إلى الشارع قبل يومين، هذه القوى التي قتلت المتظاهرين واللي جردتهم واللي اختطفتهم، من يقف ضدهم؟ من المتحكم بهم؟ الاقتصاد العراقي هذا المنهوب، من هي السلطات؟ أشكر دكتور. الاقتصاد العراقي، فبالتالي أنت أمام كما قلت مشكلة بنيوية. نعم. وليست جدية، فبالتالي الذهاب إلى الانتخابات، من يستحمل الانتخابات؟ الأمم المتحدة ستحمل الانتخابات 18 سنة، الأمم المتحدة تعترف بهذا النظام وتسانده، فكيف يمكن أن تحمل الانتخابات؟ أشكرك واضح. الانتخابات هذه تحميها الميليشيات وقوى تابعة للحكومات. أشكرك دكتور، الوقت ينتهي. دكتور عقيل عباس، ما سميتها بالقوى الصاعدة أو الضاغطة، هل تعتقد أن لديها فرصة حقيقية في النجاح في تنحية هذه القوى الطائفية التقليدية المهيمنة والمسيطرة ذات السطوة على الواقع، على المشهد السياسي في العراق، أنها تستطيع أن تتغلب عليها، تنحيها جانبا، وهي التي سيكون بيدها إحداث هذه النقلة النوعية والمرجوة في العراق؟ دقيقتين. ليس لدي جواب واثق وقاطع، لأن هذا يتعلق بالمستقبل. أنا أعتقد هناك ميزة مهمة الآن إن حصلت هذه الانتخابات، وهي أنه للمرة الأولى منذ 2003 نحن نتحدث عن خيارات سياسية واضحة ومختلفة بسبب صعود هذه القوى الجديدة التي تمثل المجتمع وبروز النزعة الوطنية العراقية. إن قبل هذه
كل الانتخابات كانت هي قوى متشابهة، يعني تأتي من ذات المنحى الطائفي الجهوي الهوياتي دكتور العرقي. خلينا نقاطعك أيضا في الدقائق الأخيرة، هذه القوى الضاغطة الشعبية التي في مواجهة مع السلطة، مع قوى السلطة التقليدية وسفكت الدماء بينها، الحقيقة لحد الآن لم تبلور سياسيا، يعني هي ليست كيانات سياسية أو تيارات سياسية حتى يسمح لها بالاشتراك في الانتخابات. هي لديها تحدياتها، هي لديها تحديات لأنها تتسابق مع الزمن وتحتاج أن تنتقل من الوعي الثوري للأشياء إلى الوعي السياسي وأن تجرب حظها. عملية تفكيك هذا النظام السياسي السيء الذي تشكل منذ 2003 ولحد الآن لن تحدث عبر انتخابات واحدة، لكن يعني هذا النظام سيفكك على مدى سنوات، لكن لابد أن نبدأ في مكان ما، وأنا أعتقد البداية فرصة قد تكون خاطئة، لكن لا تستطيع أن تستبعدها من الآن لأن ليس لديك خيارات أخرى سلمية. تجرب هذه الفرصة، إذا تمظهر الاحتجاج أو قوى هذه القوى الجديدة في البرلمان وفي الحياة السياسية وبدأت عملية تفكيك تدريجية لتركة 2003، فأنا أعتقد هذه الانتخابات حينها ستكون انتخابات ناجحة. لا حل سحري، لا شيء سيتبدل بين ليلة وضحاها أو عام وآخر، هنا صيرورة طويلة ومؤلمة عاش البلد من 2003 ولحد الآن، ولتفكيك التركة التي تشكلت من هذه الصيرورة السيئة سنحتاج صيرورة أخرى، ليس بالضرورة بذات العدد من السنوات لأنه التجربة علمتنا الكثير، لكنها فرصة تستحق خوضها. شكرا. شكرا للدكتور عقيل عباس الأكاديمي والأستاذ في الجامعة الأمريكية، كان معنا عبر سكايب من مدينة السليمانية في العراق، وشكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، كما أشكر ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان دكتور ثامر علواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، كان معنا عبر سكايب. أشكر المشاهدين الكرام وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.